إيران لا زالت تحلم باستعادة إمبراطورية فارس. أنا سأقول لكم بيمين مغلظ هذا اليوم أني قلت هذا الكلام في طهران، وأنا في اجتماع في طهران، واسألوا الزملاء الذين كانوا موجودين ماذا قلت، سألوا سلطان السامعي، واسألوا أحمد سيف حاشد، واسألوا محمد المقالح، واسألوا. قلت للإخوة الإيرانيين هناك ممثلي وزارة الخارجية هذا الكلام هكذا، أنتم لكم مشروع آخر عندما تحدثوا عن الإسلام. وقلت لهم العبارة التي يعني نقلت عني، اتركوا الإسلام وسيكون بخيرا، يعني سيكون بخير، اتركوا الإسلام بس أنتم لا تهتموش بالإسلام، يعني الله الله على حرص على الإسلام، مزقت نسيج المسلمين في كل مكان. ولهذا يا إخوة، يا طارق، يا انتقال، يا إصلاح، يا مؤتمر، يا إن لم تتعلموا من الدروس القريبة، لكن يبدو أن ذواكرنا ذواكر أسماك أو ذباب، يعني مثقوبة. الحوثي غدر بالجميع، هل تعرف كيف دخل الحوثي صنعاء؟ دخل بتواطؤات، وهذا الكلام كررته يمكن مرارا. كان يعتقد الرئيس هادي بأنها عملية قيصرية، وكان الإخوة في المؤتمر يعتقدون، وكان الاشتراكي يعتقد، وكان الناصري يعتقد. فلما دخل ما أبقى أحد، ما صدق مع أحد، ما وفى التزاما مع أحد. فنوحد جبهتنا لإنهاء هذا الانقلاب المشؤوم. قضية السعودية سنتفق معها، نحن متعايشون جيران سنين، نتفق ونختلف للعلم طبعا. السعودية ليست جمعية خيرية، السعودية بالأخير مهتمة بمصالحها ومهتمة بأمنها القومي ومهتمة بحدودها، ولكن تجمعنا معها كثير من المصالح، فأمنها القومي مرتبط بنا وأمننا القومي مرتبط بها، ومصالحها ومصالحنا شركاء. ما في مشكلة، نتفق يا إخوة، ولا في مشكلة، نتفق فيما يتعلق بأنابيب، وما يتفق في غاز، وما يتفق في تنقيب. الإمارات أيضا كدولة ما هي سيئة، يمكن أن نتفق معهم. قطر ليست سيئة، يمكن أن نتفق معهم. سلطنة عمان، الكويت، البحرين، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ما عندي مشكلة أنا. لكن الخطورة في المشروع الأيديولوجي. ماذا تريد إيران منا؟ إيران لا تريد مصالح اقتصادية ولا تريد شراكات اقتصادية. ورب السماء والأرض، وأنا متحرك الآن متوظة ذاهب إلى الجمعة، أني قلت هكذا للمسؤول الإيراني في طهران، قلت لماذا تتسللون للدول عبر ميليشيات وعصابات؟ لماذا لا تدخلوا عبر توافقات سياسية واقتصادية كما تدخل كل الدول؟ هذا الكلام أنا قلته في طهران. ولهذا أيها الإخوة، يا أخوات، أنا آسف للإطالة، ولكن اصحوا، خطر. شكرا لكم، أستأذنكم بالرحيل. وأنا خليل أوجه سؤال الأستاذ شوقي قبل الذهاب لو تكرم. الأستاذ مثلك يا أستاذ، الله المستعان يا أستاذ، تفضل. حفظك الله ورعاك، شكرا لك. حقيقة أنا سأحاول أختصر، لأنه هذه فرصة سنحت لنا جميعا اليمنيين، أنه يعني نلم شعثنا ونوحد صفوفنا ونستعيد دولتنا. أنا السؤال أنه يعني المشاورات هي مشاورات يمنية، والمأمول منها والمطلوب أن نخرج بما يوحد الصف ويلم الصف ويوحد الكلمة يعني وتتوحد كل الجهود وتتضافر في 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 إنهاء الحالة الحرب في اليمن بهزيمة المشروع، لأن السلام مع الحوثي من ضرب المستعيد. سؤال يا أستاذ شوقي لك بالتحديد لقربك وبصفتك يعني برلماني عن حزب الإصلاح، هل سيحدث بعد هذه المشاورات اليمنية أن يكون هناك مشاورات أو حوارات يمنية مع التحالف لتجاوز التباينات؟ لأنه احنا جميعنا نعرف أن ما أوصلنا إلى هذه الحالة وأطال أمد الحرب هي التباينات في داخل الصف الجمهوري، وأيضا التباينات في بعض أطراف التحالف. يعني ولا نريد الكلام يعني واضح، أنه هل سيكون، وبالذات أنه الإصلاح بالتحديد، هل سيتقدم الإصلاح يعني أو المشاركين في المؤتمر إلى ردم الهوة والنقاش الصريح الواضح مع دولة الإمارات أو مع الأخوة في التحالف، أنه يعني إذا في تباينات نتجاوزها ونذهب جميعا إلى ما، وهل المتحاورين أو المتشاورين قادرين على رفض ما يمكن أن يمس بسيادة اليمن؟ والسؤال الأخير، وأنه ما الخطة في حالة أنه ذهب الدول التحالف، وهذا مستبعد لأنه السعودية وقفت معنا وما زالت،
ومواقفها إلى جانب اليمن يعني تشكر ويسجلها لها التاريخ. بس لو وفي حالة ذهب التحالف وقالوا يعني فشلت هذه المشاورات أنتم وشأنكم، هل المتحاورين المتشاورين والموجودين والأحزاب قادرين وباستطاعتهم لديهم خطة مكتملة لاستعادة الدولة منفردين؟ شكرا لك أستاذ شوقي وللجميع. تسلم يا غالي، شكرا لك أخي الكريم. هي طبعا كما أكرر دائما هي وجهات نظر أو وجهات نظري يعني، ولهذا ما أطرحه وجهات نظر يعني قد تقارب أو قد تبتعد. الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك مخرجات لسه ما وصلنا، وكما قال رحمة الله عليه عاد إحنا لا بدينا، يعني أبو بكر سالم يعني لسه إحنا في بداية مشوار المشاورات. هناك تفاؤلات كبيرة وهناك عزائم، وهناك بصراحة شخصيات أيضا الذي يعول على هذه المشاورات بأن تكون جادة إن شاء الله وأن تكون مخرجاتها مفيدة لليمن واليمنيين والمنطقة. أن المشاركين في المشاورات، شوفوا دائما أقولها، فرقوا ما بين المشاركين في المشاورات والحاضرين هذا اللقاء التشاوري. يعني الحاضرون كثر، عددهم يقترب من 1000 تقريبا، كان في البداية 500 ثم زاد العدد، فهو عدد كبير، لكن ما كلهم مشاركون في المشاورات. المشاركون في المشاورات هم شخصيات قيادية يعني أكاديمية سياسية إدارية، وزراء سابقون، نواب، يعني شخصيات كل حزب أو كل مكون قدم أفضل ما لديه على كل على صعيد كل محور من المحاور. وبالتالي نأمل ذلك، يعني عندما تجلس مع أحدهم تشعر بأنه إن شاء الله الكل مستشعر المسؤولية. فيعني المسؤولية إن شاء الله، يا رب نقول يا رب. موضوع أخي الكريم الشراكات مع الدول، ونحن يجب أن نعرف، وهذا الكلام أكدنا عليه، قلت لك في 2017 مع الأخ محمد علي الشدادي عندما اقترحت أنا شخصيا، وبإمكانكم تسألوا، أننا نذهب وفد من البرلمان إلى الإخوة وأشقائنا في الإمارات ونقول لهم تفضلوا ماذا تريدون منا، لأنه نحن مثل ما قلت لإيران أنه يا إيران لا تدخلوا ولا تتسللوا عبر الجماعات ولا عبر الميليشيات ولا عبر العصابات ولا عبر الأفراد، ادخلوا عبر محاورات ثنائية. يعني سأقول يعني هناك يعني أعطيكم مثل، يعني الإخوة في السعودية من زمان لديهم اللجنة الخاصة ولديهم التواصل مع الدولة كلها ومع رجالاتها، لكن لم نشعر، وأنا أقولها والله ليس لأني في الرياض، سأقولها وأنا في إسطنبول وأكررها، أو حتى في الدوحة في قطر، ما شعرنا أن هناك كيانات أصبحت مسلحة وأصبحت تشكل خطر على الدولة مدعومة من شقائنا في السعودية. هذا ما جعلنا نثق، مع أن السعودية ليست جمعية خيرية، هي بالمقام الأول مصالحها وأمنها وتحالفاتها، لكن هناك فرق في أداءات الأنظمة والحكومات. هناك أنظمة أو هناك دول تدير مصالحها وتحالفاتها وأمنها القومي بما لا يمزقك ولا يضرك ضررا كبيرا. يعني قد يكون لديك تباين في جزئيات معينة، ما عندي مشكلة، أنا أناقشها وأقف في وجهها وتكلم ضدها، حتى ما عندي مشكلة تكلم ضد هذه السياسة، تكلم ضد هذا الموقف، لكن إجمالا ما شعرنا بهذا التمزيق. لكن للأسف أشقاء يعني إخواننا في إيران كمسلمين طبعا، وأتمنى أن يعني يضعوا هذا الاعتبار الذي لازلنا نراهم إخواننا ومسلمين، أن لا يتسللوا عبر ميليشياتها، كذلك نفس الدول الأخرى. يعني ليس من يعني من مصلحة أي دولة تتسلل. ما الفرق بين الذين يدعمون أي مكونات جانبية، حتى الإخوان المسلمين لو دعموا من دولة كجماعة بسلاح و فيدعمون يعني ما يضر الدولة، ليس فقط لأنه كيان معين. ولهذا نستطيع أن ندير كل مصالحنا في المنطقة مع الإمارات ومع السعودية ومع عمان، خاصة هذه الثلاث دول، هذه الثلاث دول يربطها الآن صارت مصالح ولها مصالح في اليمن. يجب أن نجلس معهم ويجلسوا معنا كشركاء، ونحن يجب أن نتفهم احتياجاتهم الحقيقية، وهم يجب أن يتفهموا مصالحنا الحقيقية. ما عندنا أي مشكلة. موضوع هل هناك من سيرفض لو أن هناك شيء ضار؟ والله يا أخي هذا يعني أظنه الحد الأدنى من الواجب الضميري والعقلي والشرعي، أنه الإنسان إذا رأى شيء غلط يضر وطنه أن يرفض. إيش يعني فيها لو رفض؟ يعني إيش اللي بيحصل لو رفض؟ يعني ما الذي سيحصل؟ أين دينه وعقله إذا لم يرفض؟ إذا كان هناك شيء يضر بلده ويضر اليمنيين،
ما يعني ما بعد هذا من عار. وأنا الذي أزعم ابتداء أن نسبة لا تقل عن 90% من الحاضرين، العشرة هكذا عملتوا احتياطا، لكن لو سألتوني مثل من بقول لكم لا أعلم، 90% والله سيرفضون لو كانوا حتى في المريخ. ما يعني شخصية، أنا قلت لكم الأحزاب السياسية والمكونات أتت بقامات لها كل الاحترام والتقدير، كل المكونات قاماتها يعني قوية، فما أظن. ثم ثانيا ما أظن إخواننا في مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة سيخرجون بشيء يضرنا، لكن هناك توقع زي ما قلت أنه قد يكون هناك نوع من إنهاء الملف اليمني. أنا أزعم بأن إخواننا في السعودية بالتحديد لا يمكن أن يتخلوا عن الملف اليمني ما دام مهددا لهم، فمصالحنا أصبحت مرتبطة، وهذا الكلام قلته أكثر من مرة وقلته في أكثر من موطن وقلته أمام قيادات في اللجنة الخاصة وقيادات في الإخوة في السعودية، أننا شئنا أم أبينا، أحببناكم أم كرهناكم، حبيتونا ولا كرهتونا، إحنا على قارب واحد اليوم لا سمح الله. أظن مطلقا أن الإخوة في أشقائنا في السعودية سيتخلوا عن أمنهم ومصالحهم المرتبطة، فلا أظن إلا أن يوصلوا الجميع إلى إن شاء الله بر الأمان. فشكرا لكم، تحياتي، هذه وجهة نظري، أتمنى أن أكون قد قاربت فيها، وأشكر حضوركم وأسئلتكم وإفاداتكم، وأستودعكم الله. شكرا لك يا دكتور، الله يفتح عليك. دقيقة، عندي كلام ببغى أقوله. يا أبو محمد بيروح يصلي، أبو محمد خلاص بيروح يصلي. شكرا لك يا دكتور شوقي، الله يوفقك. يا أستاذ، كان أبو محمد معليش يا أخي، ممكن أبو محمد دقيقة، اعطيني دقيقة واعطيني دقيقة ثم سكر الميكروفون، تفضل يا أبو محمد. أوكي. لا بعدين أنا لو سمعت هذا شوقي نص دقيقة بعد ما بعد عبد الناصر دقيقة. تفضل تفضل. دقيقة لأبو محمد، دقيقة لعبد الناصر، دقيقة لشوقي، تفضل. أوكي. الحوثيين أفشلوا 20 اتفاقية سياسية ومحلية من 2004 إلى يومنا هذا، 20 اتفاقية، واتفاق ظهران الجنوب لم يفتح طريق إلى تعز، والحوثيين وقعوا عليها في 2016 في ظهران الجنوب، والحوثيين أفشلوا 20 اتفاقية سياسية ومحلية. وشكرا. تفضل عبد الناصر. معلش يا أستاذ خالد، خليني بس أتفضل. لا لا، عبد الناصر تأخر، خذ راحتك يا دكتور. عبد الناصر تفضل. أحفظك الله دكتور شوقي، كما نحن فخورين فيك في طرحك العقلاني. بس نقطة واحدة، عندما قلت انصاعدة أهملت من الأنظمة السابقة، هل استقرت صاعدة من قيام الجمهورية؟ هل استقرت واعترفت بالنظام منذ قيام الجمهورية أم لا؟ شكرا لك. شكرا لك أخي الكريم. بالنسبة للأخ العزيز أبو محمد، أتفق معك 100%، أن ميليشيا الحوثي السلالية العنصرية الإرهابية لا تؤمن على أي اتفاق لثلاثة أسباب. السبب الأول، لأنها جماعة أيديولوجية تؤمن بما يسمى الحق الإلهي في الحكم، وتؤمن بما يسمى الوصية، وتؤمن بما يسمى أفضلية السلالة، وتؤمن بما يسمى البطنين وإلى آخره، وبالتالي فعلا جماعة خطيرة. الأمر الأول، أيديولوجية مثل داعش، يعني تتفق مع داعش حول أيش، لأن برأسها مشروع، إن لم يحكمك يقتلك. السبب الثاني للميليشيا الحوثي، أنها مرتبطة صارت بالأجندة الإيرانية، وبالتالي صعب، ولهذا إذا أردت أن تحاورها فابدأ حاور كما يسمى كفيلها، لأنها مجموعة مرتزقة. نعم نعم، فرقوا، ميليشيا الحوثي لها مشروعان، المشروع الأول ذاتي 100%، وهو إعادة حكمها وسيطرتها على اليمن واليمنيين بمبادئها وخرافاتها المزعومة، لكنها ارتبطت بعد ذلك ارتبطت بإيران، فأصبحت جزء من الأجندة الإيرانية. وكانوا يعتقدوا، كان يعتقد حسين بدر الدين الحوثي ثم جاء أخوه، يعتقدوا أن اللعب مع الدول الكبيرة سهل، يعني يقول لك سهل، بنستفيد من إيران وبعد ذلك نحن، مش عارفين أن اللعب مع مخابرات الدول الكبرى فيه مخاطر. ولهذا صفية، وهذه معلومة مهمة، صفية جميع المناوئين للارتباط والتماهي الكلي مع إيران، صفي البروفيسور محمد عبد الملك، الشهيد محمد عبد الملك المتوكل رحمة الله عليه، وهذا أستاذي، وهو الذي عمل لي المقدمة لكتابي في النظم السياسية والانتخابية، وصفي البروفيسور أحمد شرف الدين
الشهيد رحمة الله عليه، وصفي أخي وزميلي وصديقي وأحد مؤسسي الشباب المؤمن النائب الدكتور عبد الكريم جدبان، هؤلاء أنا أعرفهم عن قرب، كانوا ضد التماهي مع المشروع الإيراني وضد الانخراط حتى في مذهب الاثنى عشرية، كانوا ضد، فصفوا تماما. اليوم مليشيا الحوثي مرتهنة 100%، وتتابعون أداءها وتتابعون حتى أنهم لا يخفون ارتباطهم بإيران. وآخر تصريح لمحمد البخيتي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى لمليشيا الحوثي عندما قال نحن مرتبطون بالولي الفقيه، ومحمد البخيتي أيديولوجي مش سياسي، مش زي أولئك الناعمين الذين يتحدثوا كأنهم يتحدثوا عن النظام السويسري، هو يتحدث بمصداقية بشفافية، وهم مرتبطون بالولي الفقيه. والسبب الثالث أنهم لم يهزموا عسكريا 100%، للأسف خذلنا المجتمع الدولي وخذلنا أنفسنا، وكانت هناك أشياء مريبة عندما توقف الجيش في فرضة اثنين وانسحب، وعندما انسحب من الجوف، سواء طبعا انسحب أو انهزم أو سميها ما شئت، وكذلك عندما توقف الجيش والمقاومة والعمالقة يعني اليمنيون توقفوا في الحديدة ثم انسحبوا بعد ذلك، كل هذه قوة الحوثي. فأنا أتفق مع أخي أبو محمد تماما. عبد الناصر أخي، عفوا، إيش النقطة اللي ذكرتها عبد الناصر؟ أيوة، عندما ذكرت إن صعده أهملت من التنمية. تمام، صعده يا أخي طبعا هو كلامي عام، كلامي بشكل عام، لو أن التنمية، طبعا عندما أقول هذا الكلام كلام عام، ما نميت جميع محافظات اليمن. هل تعرف يا أستاذ أن سقطرة عندما زرناها عشان تعرفوا يعني لم يكن فيها حتى فندق واحد، لم يكن فيها مستشفى إلا مستشفى صغير مهلهل قديم منذ أيام الحزب الاشتراكي، برضو عفوا منذ أيام ما قبل الوحدة، آسف للتسميات يعني حتى لا أثير حساسية أحد. هل تعرف أن صعدة أيضا ليس فيها مستشفى إلا المستشفى السعودي فقط الذي ربما استفاد منه عبد الملك الحوثي، ربما استفاد منه يوما ما بالعلاج؟ هل تعرف أن هناك محافظات خارج إطار التاريخ؟ هل تعرف أن هناك محافظات ليس فيها طرق؟ هل تعرف؟ أنا أتحدث بشكل عام، ليس التهمة سياسية ضد أحد، بشكل عام مسؤول عنه النظام السياسي، ومسؤول عنه البرلمان، ومسؤول الحكومات المتعاقبة الكل. ولهذا لو أن التنمية شملت كل اليمن لا كان اليمنيون في وضع آخر. ما الذي سيجعل اليمنية تشمل كل اليمن؟ أنظمة الأقاليم، سواء كان إقليمين، 6 أقاليم، 10 أقاليم، 20 إقليم كما يسمى المحافظات، سميها ما شئت، الشراكة في السلطة والثروة والقرار واختيار الناخب. اليوم هناك بعض الدول نامية بسبب التنافس بين المكونات السياسية، ممثلي المكونات، كل صاحب بلدية يريد أن يفوز بالانتخابات القادمة فيبذل جهده كاملا لكي يرضي المواطن، يرضيه تعليميا وصحيا وتنمويا وغير ذلك. شكرا لكم، وأستودعكم الله في أمان الله، وآسف للإطالة. شكرا لك يا دكتور. حفظك الله، شكرا، كفيت وفيت.